أهلا بكم مشاهدينا الكرام في الموجز الاقتصادي. طلبت لجنة النزاهة البرلمانية رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بإقالة وسحب يد المدير العام لهيئة الجمارك من منصبه لارتكابه مخالفات مالية وإدارية. أوضحت الهيئة في بيان لها أن المدير العام لهيئة الجمارك يعيد الصلاحيات لنفسه بعد تجريده منها بكتب رسمية، وهو بذلك يكسر قرارات صادرة من جهة أعلى منه ويخرق السياقات القانونية كافة. وأضافت أن هذا المدير يقوم بابتزاز ومساومة الشركات التي تعاقدت مع الوزارة، وإذا رضخت له يقوم بمحاربتها كما فعل مع السوق الحرة التي تقع بالقرب من جمارك المنذرية. أكد مصرف الرافدين أن تقديم على سلفة 25 مليون دينار لموظفي الدولة المواطنة رواتبهم لدى المصرف يكون عن طريق فروع المصرف حصرا. وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان له أن هناك بعض الجهات تدعي منح سلف الموظفين، مؤكدا أن الجهة الوحيدة المخولة في منح تلك السلف هي فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات وفق الضوابط والشروط القانونية. هذا وقد شاب ملف توزيع سلف الموظفين فساد كبير واتهامات لتورط جهة متنفذة فيه. أكدت لجنة الخدمات النيابية أن أمانة بغداد لم تدرج أراضي واسعة ضمن خطتها الخدمية لإدخال البنى التحتية إلى تلك الأراضي. وقال عضو اللجنة جاسم خاتين منطقة 2.3 على 10 في بغداد تحتوي على 23 ألف قطعة أرض سكنية أصولية، قد فرز أكثر من 18 ألف قطعة أرض فيها. وأضاف أن بلدية الرشيد مستعدة اليوم لفرز ما تبقى من تلك الأراضي، مبينا أن المشكلة في هذه الأراضي تكمن في وجود متجاوزين داخلها، فضلا عن عدم إدراجها في ملف البنى التحتية الذي تعمل عليه أمانة بغداد. كشفت مصادر صحفية في البصرة عن أن المحافظة خسرت أكثر من 30 مليار دولار بسبب المشروعات الوهمية أو عديمة الفائدة التي كان يفترض إنجازها قبل عام 2014. وذكرت المصادر أن هناك مئات من المشروعات التي لم تنفذ في المحافظة على الرغم من تخصيص أموال هائلة لها من ميزانية الدولة، مؤكدة أن بعض المشروعات التي نفذت لم تكن مجدية لأهالي المحافظة. كشفت هيئة النزاهة عن تمكنها من ضبط السيارات المعدة للتهريب داخل حاويات كانت متروكة منذ سنوات في ميناء أم قصر ومنفذ صفوان الحدودي. وذكرت الهيئة ضبط 16 سيارة من نوع تويوتا من دون الموديل معدة للتهريب داخل حاويات حديدية في أحد أرصفة الميناء، مبينة إدخالها بأوراق شحن على أنها إطارات جديدة، إذ أخفيت السيارات في الحاويات خلف الإطارات. وأضافت الهيئة أنها ضبطت أيضا في عملية أخرى 52 سيارة مختلفة الأنواع والموديلات كانت متروكة في منفذ صفوان الحدودي، مؤكدة أن تلك السيارات متروكة منذ عام 2006 من دون أن يتخذ أي إجراء رسمي بشأنها. تابعوا الآن مشاهدينا أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن والنفط. بهذا نصل مشاهدينا الكرام إلى ختام أخبار الاقتصاد، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.